يلا سير. إذاعة المملكة العربية بالرباط نحييكم نقدمكم الأخبار الزوالية المفصلة لسهل الموجز هذا مقدمتها صحيح جلالة الملك محمد السادس نصره الله يحتفل بعيد الفطر سعيد جلالته ولإخلاصه الأمير المؤمنين حضر السيد ولي العهد الأمير مولاي الحسن وحسب السمور الأمير مولاي رشيد وحسب السمور الأمير مولاي إسماعيل صلاة العيد للمسجد لأهل فاس بالرباط صاحب الجلالة الملك حافظه الله يقرأه محمد الجفان. وكما حضرت النشرة الخبرية المفصلة بمدينة طرجة وأقلم معاملات إقليم تزميت الحسيمة ويحتفلن بالاحتفالات والمهرجانات. وكما ذكرت اللجنة المركزية فتحت اليوم بمدينة طرجة وأقلم معاملات إقليم تزميت الحسيمة ويحتفلن بالاحتفالات والمهرجانات بسنة جديدة. المتهمين الليبيان اللي قدمت إلى حضرتكم السيد كريم العمراني وزير خارجية والتعاون، السيد عبد اللطيف الفلالي وزير خارجية الاجتماعية البرلمان، السيد الحسين بوكريج، السيد حطافي بوحميد زولي خطاب على الهيد الدولية العربية المحتلة، السيد الحكومة تشكيل الحكومة البرلمان لوزير السيد محمد بن كيران يقرأه محمد الجفان. وكما ذكرت اللجنة المركز اللي فتحت اليوم بمدينة العيون والسقية الحمر والدال لحتى حضرتنا أساسية بالولايات المحتلة. وكما حضرت الخبرية المفصلة بمدينة العيون وسقية الحمراء والدهب. وكما حضرت النشاط الخبرية المفصلة بمدينة أكادير إمزجان يحتفل بالاحتفالات والمهرجانات. وكما ذكرت الاحتفالات والمهرجانات بمدينة أكادير. وإن الولايات المتحدة الأمريكية دافعت القوة العسكرية على جنوب لبنان انفجارات صباحة اليوم بمدينة الفلوجة 15 جندي أمريكي قتيل وأخيرا بجروح خطيرة. تنطر بالتغيرة المنتظرة في حالة الطقس أصلحت الجوية الوطنية خلال النهار اليوم والليلة القادمة.